يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن للجن قدرات أعطاهم الله إياها كاستراق السمع قبل البعثة، فيظن البشر أنهم يعلمون الغيب وهي في الحقيقة شهادة وليس غيبا؟ نعم، هو الجن أعطاهم الله من المقدرة ما لم يعط الإنس، يطيرون في الهواء، يذهبون إلى الأماكن البعيدة، يطلعون على أشياء خفية ما يراها الإنس، فهم لا يأتون بشيء من الغيب، وإنما يأتون بشيء يشاهدونه ولا يشاهده الإنس، يعني عندهم مقدرة على هذا، فهم لا يأتون بأخبار الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما يأتون بأشياء يشاهدونها ويدركونها ولا يدركها الإنس.